اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس من شهر سبتمبر من كل عام يوما دوليا للعمل الخيري، يهدف إلى التوعية بالعمل الخيري وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية حول العالم. وتعد المؤسسة الخيرية الملكية المثال الأبرز في مملكة البحرين على العمل الخيري المؤسسي بدعم من جلالة الملك المفدى. يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف الخامس من شهر سبتمبر من كل عام. وعندما نتحدث عن العمل الخيري، تبرز المؤسسة الخيرية الملكية التي انطلقت في يوليو من العام 2001 كأبرز مثال على العمل الخيري المؤسسي. جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة دائما ما يحرص على الالتقاء المباشر بالأيتام، وذلك باستقبال مجموعة منهم سنويا للاطمئنان على أحوالهم وتفقد احتياجاتهم مباشرة دون وساطة. وقد وجه جلالته المؤسسة للعمل على تطوير خدماتها لجميع الفئات بأعلى مستويات التميز والجودة. وقد حرصت المؤسسة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية على التوسع في خدماتها لتشمل جميع الفئات المستحقة في مملكة البحرين، وذلك من خلال الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل جلالة الملك المفدى والقيادة الرشيدة، إذ لا ينحصر دور المؤسسة في حقل واحد، فهي تستهدف كل المحتاجين وكل الحاجات، والنهوض بالمشاريع الخيرية غير الربحية، والمساهمة في كل ما يعود بالنفع العام للمواطنين. فمنذ انطلاقة المؤسسة الخيرية الملكية، قامت المؤسسة بكفالة أكثر من 22 ألف يتيم وأرملة، كما قامت بابتعاث أكثر من 1200 طالب وطالبة، فيما بادرت المؤسسة بعلاج أكثر من 6000 حالة صحية. وفيما يتعلق بتنمية المجتمع، قدمت المؤسسة المساعدة إلى أكثر من 27 ألف مستفيد، في حين أنشأت المؤسسة الخيرية الملكية 36 مشروعا تنمويا، فيما أرسلت 2000 طن من الشحنات الإغاثية. وكما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، فإن طموح المؤسسة لم ولن يتوقف عند حد معين، فرسم البسمة على وجوه الأيتام ومساعدة الأرامل والمحتاجين وإغاثة المنكوبين، وأن تكون يد الخير التي تمدها البحرين لجميع المحتاجين هي ما تطمح إليه، تحقيقا للرؤية السامية وترجمة حية لتطلعات جلالة الملك المفدى. وحول اليوم الدولي للعمل الخيري، يسرنا يكون معنا على الهاتف الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية. مساء الخير دكتور. مرحبا، مساء الخير، السلام عليكم وعلى السلام. مشاهدينكم الكرام. دكتور، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل الخيري، يعني لو نلقي الضوء على الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية في مجال الأعمال الخيرية والإغاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تقريركم كان ممتاز ووافي، بس أحب أسجل في البداية شكري لسيدي جلالة الملك، وهذا المشروع يب من بين مشاريع جلالته منذ استلامه من تقاليد الحب والتفكير في وضع منظومة وآلية مهنية عن طريق نخدم المحتاجين والأرامل والأيتام. فلجلالة الملك الشكر طبعا داينامو الخير سمو الشيخ ناصر، ولا يمكن العمل بالنتائج اللي ذكرتوها لولا دعم سمو رئيس الوزراء، سمو ولي العهد، والشعب البحريني الكريم، وانتم في الاعلام لكم دور خاص، والخارجيه والديوان، والله والكل واقف معنا. احب اشكر من قلبي. وبالنسبه للمشاريع شاملة، الله يحفظكم، فمثلا في الدعم المعيشي الراتب للأرامل والأيتام،
وأيضا الاهتمام الشامل من ناحية الصحة، من ناحية التعليم، بمتابعة حثيثة بتوجيه من سمو الشيخ ناصر، والدعم الموسمي للأرامل الأيتام من دعم المناسبات في الأعياد، الحقيبة المدرسية، شهر رمضان، دعم تنموي بحيث نقوم لتطويرهم. مثلا مركز الشيخ ناصر من مراكز الرائعة في الخليج الآن، اللي عن طريقها نخرج مهنيين ماهرين يخدمون البلد، ويكونون من بينهم هالأيتام بعد 20 سنة لهم مراكز قيادية في البلد. نعم. المركز على أسلوب برانتس في بابكو. من ناحية المستقبل، جلالة الملك حريص أنه يشجع المجتمع والقطاع الخاص ودعم الشخصي، بأن يكون عندنا استثمارات جيدة للأرامل والأيتام والمحتاجين. فعندنا عدة مشاريع استثمارية، أبراج تجارية إن شاء الله، أبراج كبيرة، عندنا استثمارات في عقارات السيف، في بنك الأسرة. إذا نطلع إلى الخارج، يمكن البحرين من أكثر الدول اللي ساعدت الشعب السوري بالنسبة للتعليم، فبناء عليهم، وهي مو من بل واجب وكرم من الله نخدمهم. نعم. مدارس، إضافة إلى مركز الإرشاد نفسي 14 مدرسة وسبع مدارس في خلال 7 سنوات. نعم. إذن دكتور مصطفى، يعني عذرا بس لضيق الوقت، لا شك لا نستطيع النفي بجميع حقيقة جهود المؤسسة الخيرية الملكية في هذه العجالة. دكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، شكرا جزيلا لك.